الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. وحن نسوش رباب كي كساب سنا باب في الاقتصاد في العبادة. وحن نشوغن حديثك بقولية تضبيع كنتن. وعن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إمام مسلم وحكسوري حنظلة بن الربيع قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه وحيلك المي بوير حنظلة أرنيا أبو بكر بايلك المي فقال وحري كيف أنت يا حنظلة سيدات كسوك أنت هاي حنظلة يعني حالك أواسدي قلت وحان كعري نافق حنظلة حنظلة ومنافقو بي عن نوع منافق نما أيوك كعي قال وحر سبحان الله الله بحمان كنزها وحورنا للتعجب بورنا مرك وقت التعجب إن لا تسبيح سنكره أما الذكر إلا لا إيمان كره الله لا حصة أيوه أيا لقى قادنا يا حديث كني يا حديث كلا بس إنه رب أصوى شيغني ما تقول أي شيء تقول محضرنا إسان وحضرنا سواه ما حيوفرسه قلت وحنكوري نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنكسقنا أن رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم أكتيس يذكرنا حالنا حسوسنا يا بالجنة جندي والنار نارتا كأن رأي عين أي كأن نراهما رأي العين وحدنا مدى إنه مركا أركي نبا جندي النار مركو جندي النار نوغا ورمو يا إنه جندي النار تبا أركي ندمود رأي العين أركتدا إش إنه كوهي نو جندي النار تي أيابد نمودابو لمركا ونورم يا النبي عليه الصلاة والسلام مركا نراه ما بلا قدري كأن رأي عين أي كأن نراه ما رأي عين واحد نمودا إنه مركا شنذي النار تينا نأركينا رأي عين أركتذا إيش إنا نأركينه أياد نمود مركا ونورهم يا النبي عليه الصلاة والسلام وشنذي النار تنورهم أيه فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا نكبحنا رسولك صلى الله عليه وسلم أكتيسا عافصنا الأزواج والأولاد والضيعات عافصنا وحنكم مشغولا لعيارنا الأزواج دمرك يا والأولاد أبتك يا والضيعات وحيالها مركا الدنيا ذا أهي أن كن ولانا ينش قيصت كلاج الشقي السنيه الضيعات وحلوت شيء ذا المعايش وحلقون ولانا يه مركا وحلقت الماما يحوله وي نسينا كثيرا وحفر بذن بن إلونا وحفر بذن أيا إلونا مركا وحوت شيء ذا ما دام مركا النبي قال لتشون عليه الصلاة والسلام حال الضيعة وحكم مغضة يا مركانو كتقنا أي إسخلافتي منافق محل ويا غاني ظاهر كيس يا باطن كيس إسخلاف صنع دي هلك وحن شبهينا منافق نمدي بينو شبهينا منافق نمدي بينو شبه كلنا نبي يا مركان لا تشوقنا وخشوا عينا وأوينا شن ذي النار تسدي وحينو مقدان وكلان نقولنا عبادة ومركا حرضة أقعينا مركان ضمنا وحوي الدنيا دي أي نقابلنا حا حولا حا أبضا حا دمرا أشياء دا سنكون مشغولين آخرة دي غفلة نقرعيس كلا بضا دي حاردود باكر الدوان مركب النبي قال لك شوقني مركب مخمق النهاي ساسو النفاق وكبق قال أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر وحيري فوالله الله بان كدارتي إنا أنه لنلقى مثل هذا وابلك لنا أنه نساسو كلي دي تاسي مرافق نمتا هاي أنه بسيطة صوك لوالك لنا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وصور عيسو سأشو لحوتي أما النبي قلت شواب سوء أقاده فانطلقت وأن تقيب أرنا يا حنظلة أنا يو أبو بكر أبو بكر آيات تقني وأنه أتقي أبو بكر نواتي يعني وإسرعنا حتى دخلنا إلى أن أصوك اللي على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم نصوغ الله فقلت حنيري نافق حنظلة يا رسول الله حنظلة أرني
حنظل ومنافق برسولك إلهي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحر رسولك إلهي وما ذاك يعني محيطا ستا إصابت يكون عظيم حيط يعني الشيء المنافق لماذا آدس أم ليسي ومحي برصابت الشيء. قلت وحن إلي يا رسول الله رسولك إلهي نكون عندك أكتادا نقصقنا أننا تذكرنا حالتنا حصوصنا يسب النار النار تي والجنة جنة كأن رأي عين أي كأن نراهما رأي عين وحدنا مداسدا نو حصوصنا يسب جنة دي النار تا جنة دي النار تبا إني نو يهين مذا نو أركا إنو أرك تيدا إشا أنو كوه إنو كالي أي أنو قلنا بتشبيه يعني حال كيغو سيدي وح أركا يشبه وأرك تيدا إنها كو أركي إلا رؤية قلب مرك كلب وهايان ومرك ويقين سيهن قلبك وكوبهن. فإذا خرجنا من عندك فإذا خرجنا مرك نبحنا من عندك أذيك أكتاذ أن نكبحنا عافصنا الأزواج والأولاد والضيعات عافصنا وحن لعيارنا وكم مشغول الأزواج دمرك والأولاد يؤبتك والضيعات يحولها نسينا كثيرا وحفر بذنبا إلونا وذكره يطاع ديئه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي باوحي لي والذي نفسي بيده وعن كل أرتكين نفتي لقعنتي سقص قنتو الله أهبا عن كل أرتي إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم. إن لو تدومون أي إنه شاني لو تدومون هذا كدائم لهيدين وشوكتين لهيدين على ما تكونون عندي حالدا كسوغنتين مركا أكتايدا كسوغنتين حالدا هذا كسوغنان لهيدين الدائم لهيدين وشوكتين لهيدين وفي الذكر يحسك الله حسيسان هذا مركا شوكتين لهيدين وإذا كالقوين لهيدين لصافحتكم وحيدين قعن قاضي لها الملائكة ملائكة إذن قعن قادي لهايد على فرشكم فراش يدين كركو دا إذن كو كسوغن بإذن قعن قادي لهايدين وإذن سلام لهايين وفي طرقكم والدوين كننا وإذن كو سلام لهايين وإذن كو قعن قادي لهايين ولكن يا حنظلة ساعة وساعة هيا شيخ حنظلو ساعة وساعة أي اعمل ساعة ساعة مركا عمل فل يعني لأداء العبودية عبادة قد شدت قد نيس وساعة ساعدنا عمل فل وحضو عمل فشا لحوائجك الدنيوية دنها جاء الدنيا وعمل فل قال كالقيلة ساعة بالساعة الليلة ساعة بالساعة هذه اللوضب ديو رفعت روح النقنة الساعة يعني مركا الأمر ساعة وساعة ثلاث مرات صدح قربة النبي عليه الصلاة والسلام سلاسيري رواه مسلم حديثك مسلم بسوري قوله ربعي ربعي أويلي وعلى الحكاية كسو النقلية بكسر الرأي وحكسو قيها الرأدا هسلق يدو كسو قيها ربعي والأسيدي بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مكسورة مشددة الأسيدي نوحيتها الضبط قيدو بضم الهمزة همزة قذال كيدو كسو قيها يو فتح السين السينكا كرقيسا وبعدها السينكا وحكدن بيود بديسا أهادي ياء 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 داسو مكسورة هوصدقا ومشددة للشدي الأسيدي يعني وقبيلك أمتشلبك وابترصدا أسيد لورنشري سداسا الأسيدي لو نسبي أسيد با لو نسبيني أسيد نوى تصغير أسيد أسيد با أسيد لو تصغيرني أفعيل وقوله عافصنا عافصنا هذا الكويلين هو بالعين وحكس غيها عين بكس غيها يوصين السين يحكس غيها المهملتين لبضا مدنبا دبع عين لهين يعني إن مركا غين أمشين لموذو أي كإحترازية ما الضبط بالحروف في بالي لهذا أي عالجنا يعني وحاول الله ويسكدينا ولعبنا ولعيارنا أي لمعنى تهي والضيعات الضيعاتنا المعايش ووحيالها لغن أولاده يعني وحوله مركويان أي الله استعمالا المعايش نوى بالياء إن المعايش ليلة ذا
waxay noqonaysaa markaa mid qalad ay noqonaysaa. Almacaaish in la yidhaahdaa waxay noqonaysaa qalad, waayo mafaacila ya'da ama wawga ku sugan bacda alifi goorta loo bedeli karaa hamza waxay tahay waa markaynay asal ahayn, ay zaa'id tahay. Laakiin hadday asal tahay inaan la bedelin baa qaacidadu keensanays, inaan la bedelin bay keensanays. Marka caysh bay ahaydo yaadana asal bay ahaydo sulaasigii bay xataa ku sugnayd. Mar hadday cayn ka tahay macaayish lama odhan karo. Naqli carbeed oo khilaafayna markaa ma jiro, qiyaaskuna keensan maayo. Yaa erayga masaa'ib isaga gaarnimadiisa naqliga carabiga khilaafay oo ku yimi hamzada, iyadoo wawgu asal ahaa almasaawib asalku ahaa in la yidhaahdo ila saaba yasuub bay ahayd. Yaa atay culammadu qaarkood ay yidhaahdeen erayga masaa'ib xaggiisa culammada sarfiyiinta waxaa ka hareelay masaa'ib. Masaa'ib baa masaa'ib kaga dhacda, qaacidadeediibu ka dhooqiyey, oo iyadoo asal ah ayaa haddana ibdaal lagu sameeyo hamze loo bedelay an masaawib la odhan. taasi waa mustasna min alqaacida yuxfad walaa yuqaas. ee almashaayikh iyo almakaayid iyo almacaayib iyo almacaayish inta mid walba yacni waa asal, sidaas aawadeed in hamze loo bedelaa jaa'is ma aha. oo mashaa'ikh lama odhan karo, makaa'id lama odhan karo, macaa'ib lama odhan karo, macaa'ish lama odhan karo. waqtiyada qaarkood waxaan ka maqlay yacni marka xufaada qaarkood oo marka akhrinaya suuratu acraaf awalkeeda macaaisha akhrinaya, waana laxni markaysa marka yacni aan fiicnayn, laxni weyn wey. xadiiskani wuxuu ku saabsan yahay saxaabadu inay waqtiyada qaarkood ka baqi jireen munaafiqnimo ka baqi jireen. ibnu abi mulayka waa ki yidhi أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. بخاري ومعلقها نقص أرورنا يا صحيح. ابن أبي مليكة وحول التابع قاسي وحل سوقاري صد صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم كم إذا أمد ولب نفتي سأقبقى يوم منافق نما أقبقى يوم كما نمد أهين صحابة أسمد يلاه ذا iimaankii jibriil iyo mikaa'il oo kale baan ku sugnahay kama mid ahay. wuxuu radinayaa qolyaha markaa yacni dee quruurka noocaasi ku dhacay oo isle wax weye iimaankii jibriil iyo iimaankii mikaa'il oo kale ku sugantihi. munaafiqnimadiina markaa waxa weye way ka baqayeen, ismanay qabin inay iimaankii jibriil iyo iimaankii mikaa'il oo kale ku sugan yihiin, sidaa ismay qabin, naftooda munaafiqnimay uga baqayeen. xasan albisri waxa uu yidhi من لم يخف النفاق فهو منافق. يا يعني كان مركا منافق لماذا كبقني الصقب منافقة ووحوش إذا نوع نفاق عملي كصغا إلا مؤمنين توحى لقوا أمانين بقيان مكت والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا. صفات كذلك مؤمنين ونواكس المحل وصفي يا وكوا بحنا يا وحي بحنا يان وخيرا ضائب بحنا يان iyagoo qalbiyadoodu baqayo. markaa baqdinta waa lagu sifeeyey mu'miniintu inay baqayaan, marka dhagarta ilaahay kama aamin noqdaan munaafiqnimadana waa ka baqayaan. waatu cumar ibnu khataab waagii dambe ku odhan jiray xudayfatu ibnu lyamaan, xudayfow rasuulkii ilaahay sala allahu aleyhi wasalam munaafiqiintu kuu sheegay may ugu dareen. hadduu wuxuu haystaa cumar shahaado min alrasuul sala allahu aleyhi wasalam, shahaadadaasoo iimaankiisa ka markhaati kacaysa oo isagoo arlada korkeeda soconaya jannada loogu bushaariyey. casharatun fi ljanna, abuu bakrin fi ljanna, wa cumaru fi ljanna. haddana maca dalik munaafiqnimadii buu ka baqayaa. yaa munaafiqnimadii ayuu ka baqayaa. munaafiqnimada ay ka baqayaan saxaabadu ma ahay nifaaqii weynaaye ictiqaadigaha ma ahayn, waayo waa garanayeen in markaa waxa weye nifaaqa weyn ictiqaadiga aanu ku sugnayn oo nifaaqu kufrin inay ku jirin way garanayeen. لكن وحي كبقى يا نفاق عمل ومنافق نمادي وحوي نفاق عملي يا نفاق اعتقادي أو خمس سنتها نفاق عملي كبقى يا يعني حق أعماشة يعني مركا وحوي لي مادان نفاق دون النفاق. منافق نمادي كسو كيسة تيوي نيد كسو كيسة يعني لي مادان تاسي كبقى يا حسن البسر وكيلي. النفاق النفاقا نفاق تكذيب يا نفاق عمل نفاق والله النفاق
ونفاق بينين اه يعني قال لي ما اه ونفاق عمل ينفاق عمل اه وحق اعماشه يعني روح ظاهر كيس باطن كيس خلاف يسال حق اعتقاد كان خلافين وطي علماء ظهر السنه كعبرا نفاق دون نفاق امام البخاري صحيح سواكي باب يسطي باب نفاق دون نفاق امام البخاري ومن ائمه اهل السنه اي ما ظهر السنه كم يدي كتاب كيس صحيح انا ترجماتك ومركا باب يسنا ايو وحكو عضينا يا اعتقادك أهل السنة والجماعة وحانو كل الدين يا أهل الضلال كل الدين وحكو لكو عضينا يا فقه يا أحكامت لا وتلا فقه البخاري في تراجمه فقه البخاري وحكو سبني في تراجمه إياك أن تضم الجيم اسكتر جيم كإن تقدوه في تراجمه أتراهضه تنوع سوى أرهن غلط أنصحها يا تراجم هذا أتراهضه وحين نقول يسا مصدر تراجموا تراجما ويسشيدين تراجما اسشيد بيسشيدين تراجم ومستر مرك يا مرك فقه البخاري الشيد كما الصغنين يعني لك حل يسكو الشيد ايو احلم اذا لكن تراجم مرك اللي هو جمع ترجمة مرك جين كوص لقنية وحين نغنى يسا ترجمة كم عيد بالنغنس في تراجمه بابا كيسا وترجمة يسنى يا بابا يسنى ايو ايو كسو غنطا لغت المامين مرك حنظلة مراقبة وكسرنا نفتي سئلالنا أي منافق نمد وجبقى كد ذلك يا خيرات كأي الله قاضني مركو السيرو حوجا ظاهر كأي باطن كجمل أو السير خلافة وعمل كي حقي سي تو حوي شبه بعد مركو كي ريا لطيم نفاقي يعني منافقين تي وبكير نافق حنظلة يا نافق حنظلة مركو حوي سابت ويدي أبو بكرنا وحوش شاقي يعني مركا xaaladan ku saabsan marku nabiga la joogo iyo marku guriga joogo inaan iska xaal ahayn mar waa khushuucsan yahay waa ooyaya yaani marka janniyo naarun baa horyaala ya marna waxa weeye de waxa weeye dumarkii caruurtii la qoslaya xoolihii buu ku mashquulaya xaaladu xaaladiiba ma markii nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam iskaalka ay u sheegeen waxaan dal u sheegay Abu Bakarna u dhageysanayo la socdo wuxuu markaa u sheegay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam إن التهيتني مدى المنافق نما كان صنيع، وإن النفاق هاي، يا يعني وحوي واحد دم بيأرنك أكو متشرو، يعني حال الد آدم يجا أيام مركا وحي كان صنيع سامر بإن د وحلقو مشغوله ومرنا عبادة دي لجودنا يه، مرنا وحوي حقوق دي أهل كأي أبط كأي، يعني مركا وحوي كسب كحلاشة أي أشياء ده إلا قابلين، أشياء ده إلا قابلين. لكن هذا قوة الصغنان لهذا مر والبا مركا إلى تشوك تنسيداته أي النبي وكول عليه الصلاة والسلام يعني ملائكة إذن السلام لهذا إذن كون فراشية دي نتشفة إذن كون طريقية دي مرأية وإذن كون عنقاد لهذا لكن وحوه حالده وحين نقول إيسا مربا يعني مرنا إنا دي عبادة دي كون مشغوشان مرنا هوله إني كلاء الدنيا يعني حقوق دي مركا أهل كينا إنا مركا قدتان ما هكذا تاسو حلقة قادنا يا وار اقتصاد في العبادة عبادة دي أولا نحن حيصنا يو وقفكو ينو بلا هذا حال والبساء صار أسقوب بحنا يا دي وحوة يا مركا طبيعة دي بن آدم كموافق الصوت كلا حقوق دي كلا إنو اللومياء كإيمانيس إلا شرك حق بكليهي وبدك حق بكليهين سينو حديثك وربك صارغني وإن لولدك عليك حقا إهلك حق بكليهي مركا ساسا أوديد يعني متكستو حق لبسيدي سلمان هرويلي فأعطي كل ذي حق حقه متكستو حق لحقي ساسي يا هديو حوية كون حقوق ذا لسينا يلفتو ده يعني مركا اللوغة شيدو نيو ناكسنا وحين نغنس أتشارين لقهلاي أتشارين لقهلي يا تاسي نغنس حديث كبقول يا سيداد يا كنتن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم واختئ النبي عليه الصلاة والسلام يخطب أخذ بضين إذا هو برجل قائم إذا هو وبيسقي وكذي برجل قائم تاغن فسأل عنه ويدي يعني انت تاغن بالنبي وأركع عليه الصلاة والسلام ومال بعد تاغن ما نقاقن فسأل عنه ويدي وحر الشان يسوى محي حبعت كلا تاغين فقالوا وحي لهدين أبو إسرائيل محوها النكاس فقالوا وحي له أبو إسرائيل وأبو إسرائيل نكي لرنشري نذر وحكو النذري أن يقوم في الشمس
mid waxa weeye waa shakhsi ahaantiisay sheegayaan, mar labaadkana xaaladiisay sheegayaan. Nadara wuxuu ku nadray abu Israa'iil an yaquuma inuu istaago, fi shamsi qoraxda uu istaago, ay fii yacni marka xari shams kulka qoraxda iyo bacadka inuu istaago ayuu ku nadray. Walaa yaqcuda aanu fadhiisan, walaa yastadilla aanu harsan, walaa yatakallama aanu hadlin oo dad la hadlin, dikri mooye aanu dad la hadlin, wayasuuma una soomanaado. Wayasuuma waxay ku cadfan tahay yacni marka ficilkao dhan ayay ku cadfantay, oo waxay noqonaysaa an yaquuma in lagu cadfayo, saasay noqonaysaa. Wayasuuma ay wa an yasuuma ya inuu sooma ayuu ku nadray. Faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam, nabigu wuxuu yidhi murhu falyatakallam, muruuhu miyuu idin qoraya mise murhu, muruuhu saan arki jiray saasaan filaynta aniga, murhu buu ii qoray, murhu amar ama muruuhu amra falyatakallam, ha hadlo dadka, ha la hadlo, waxaan dembi ahayn ha ku hadlo, walyastadilla ha harsado, walyaqcud ha fadhiisto, walyutima sawmahu sawmkiisana ha dhammaystiro. Rawaahu lbukhaariyu, xadiiska waxaa soo wariyey Bukhaari baa soo wariyey. Xadiiskani wuxuu ku tusinayaa nadarkii ayuu ku tusinaya, nadarka hadduu ruuxu shay taacaa ku nadro, taacada waa in la fuliyay noqonays. Man nadara an yutiica allaha falyutichu, waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsih. Nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa waxa uu yidhi, ku kastoo ku nadra inuu allah ateecaa ha ateeco, ku kastoo ku nadraa inuu allaha caasiya yaanu caasiyin allah. Marka shayga taacada marka lagu nadro waa in la oofiyaa. Muminiintana waxaa lagu ammaanay in nadarka ay oofinayaan, yuufuuna binnadri wayakhaafuna yowman kaana sharuhu mustatiira. Shay aan cibaado ahayn hadduu ruuxu ku nadro, xaalka noocaas ah nadarka oofin maayo. Masalan oo kale, xadiiskan maxaa ku sugan? Inuu bacadka taagnaaduu ku nadri, inuu bacadka ku sugnaado oo taagnaado, aanu fadhiisan oo aanu harsan oo aanu dadka la hadlin, ruuxu inuu ku tacabudo intaas isagaan ku khasbanayn, de cibaado noqon mayso. Yacni waxa weeye bacadka markuu cibaadadu keensatay oo ruuxu ku khasban yahay, wuxuu noqonayaa mid laga ajar siinaa. ajruki calaa qadri nasabiki wa nafaqatik, ajarkaagu wuxuu ku sugnaanayaa xadiiskii caaisha nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, ee asalkiisu ku sugnaa Bukhaari, ajarkaagu wuxuu ku sugnaanayaa kolba sida markaa dhibaatadaada iyo markaa waxa weeye nafaqadaada waxa kaa baxay iyo dhibaatadaada la kulantay cibaadada kula kulantay, kolba qadarkay la eg tahayba ajarkaaguna noqonayaa. Oo hadday dhibta aada la kulantay ee cibaadada kula kulantay ay fara badan tahay, ajarkaagu waa badanayaa. Kii kaa hawsha yaraa ee isla cibaadadaas sameeyey adaa ka ajar badanaya. Laakiin markaas waa goorma? Waa marka dhibta qofku uu ku khasban yahay, aanu dhibaatada sideeda u dooran. Ee dhibta hadduu sideeda u doortay oo isagu doonayo dhibaatada marka isagu naftiisa dhibo, yaa oo isagoo harkii heli karaya u bacad ka tago, isagoo fadhiisan kara ayuu yidhi waan sooma, intaan soomanahay oo dhan waan taagnaanayaa, maraan dee cibaado u fadhiistay mooyaane, haddii kale taagnidaasaan ku sugnaanayaa ama shaqadaa. Ta noocaas waxaa la odhanaya waa arrin qalad ah, cibaado ma waa qalad baa la odhanaya. Marka nebigu wuxuu kala saaray calayhi salaatu wasalaam nadarka uu abu Israa'iil ku nadiray waxa cibaadada iyo waxaan cibaadada ahayn. Wixii cibaadada ahaye taaco ilaahay uu ahaa, wuxuu yidhi oofi, waa soonka dhammaystir. Waxaan cibaado ahayn oo ah bacadka inuu taagnaadaanu fadhiisan dadkana la hadlin, hadalkii mubaaxa ahaa, de sharcigu wuxuu amray ma aha, laa amra iijaabin walaa amra istixbaab. Saas awada nadarna ku laazimi maayo, wa kaannahu shay aan cibaado ahayn cibaado laga yeelanayo maqsuudan qasdan, de khalad bay noqonaysa. Xadiiskan mid la mid ah jira, nin baa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi walaa shay waxay ku nadartay inay cagacaddaan ku soo xajido, waa inay kaba ilan wax kabaa gashan, walaa tarkaba walaa tantacila, rakuubna aynay fuurin safarkay xajka u safrayso ee ay lugayso tan iyo ay xajka ka tegeyso. De madiina nebiga uu joogaa calayhi salaatu wasalaam markuu su-aasha weydiinayo, masaafada madiina iyo maka u dhexaysaana 400 kilomitir waa ka badanta, yaa
marka cagacadaan inay ku soo xajido rakuubna ayna fuurin kamana ayna gashan saasay ku nadirtay rakuubkiyadoo helaysa fuuri mayso waxay doonaysaa adimadeeda inay ku socoto si marka ajirkeedu ugu bato nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam إن الله لغني عن شقاء أختك إلى هاي غني بكيا هاي بلنبلكا أي ولا شاب بلنبلا يصير لباتونيس مرها فلتركب ولتنتعل ولتحج صحيح حديث قسوي مركا ركوب نهفوشو كما نهقشتو هنحجدو مركا شيقي طاعدها سيدي إنه ولا ما دال أمري شيئاً ذاتها أنت إذا اللي قلت عبدين وعبادة ذاتها إذا أنو أهين ولو هبا كن نذرتين إن السمين بمركز الله تلمام لكن أشياء ذا سهدين نغطو وحقفكو خسبين يهيو أنو وجهك لهيرين لا شك إن لقاعد شرسين لها دي باتذي مثلا ركوب وكل هدين يهلي أما قفكو أنو هلي أضي أدنا مركا اللوق وكسو حجيو يعني إنو حجك أولوق أيو دي وحوي يدفتاس وحنغونا يعمل لقاعد شرسينان هدو كبا وايو ويساقو كبا هايستو كبه اسكد دايو يتعبودا ما هي كبا وايو عقا عدان تادان يكو قبسطا دي نساسو كحكي مركا عين كايضا اتاهاي وحي نغونا يسا ان لقا اتشار سينا ايو حالة داو كو خسبين هاي لبا تلاس لكن ساقو كبا هايستين ويها كبا قشان ما ايو سي مركا وحاوي سوابكي اتشاركو يقبطان وحي نغونا يسا ارهن غلطا انصح هاين ايو نغونا يسا marka sidii shaygi taacada iyo shaygan taacada in baa kala saar wax isweydiyeen ahlul cilmigu hadii waxa weeye marka shay marka aan taaca ahayn qofku ku nadiro ama shay macsiya uu qofku ku nadiro garanay macsiida inaan u oofinayn laakin kafaara gud ma la imanayo mise la iman ma jamaahir ahlul cilmi waxa ilaahdeen wax kafaara gud la iman maayo mar hadana shaygu marka aanu ahayn taaca aanu ahayn aw macsi noqonayo إلى تعبد كأشياء ذات لغو تعبد أيوه يضل لغو خصبنين وحين نقول سوق ليس من قبيل البدع مك حقا سيوحى وكان نقول ليس عصيان ساس أودد شيء مع الصدى أها إن المركى الله رأي منا إن مهدي لغو نذرو قرني لكن كفارا ما كرأي منا يمسك كرأي من مايو جماهير أهل العلم وحياة مايا كلام أي منا يو وحنا بالدليل حديث كرأي نشجني قبر داكو صاب سنة يا حديث كان أبو إسرائيل لا بد مدنا كفارة لمشيدين هدي كفارة واجب أهان الله إن النبي هو الشيء لها لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه لا يجوز بالإجماع صاصة جماهير أهل العلم أي لهدين والله أعلم باب كشن يطبناد باب في المحافظة على الأعمال وحكسة بسن يهي إلى لنت عمل لذا ونواناكسن لإلى لنا الأعمال بالليل وحن لوتشي ذا الأعمال الصالحة عمل لذا ونواناكسن باللوتشي ذا قال الله تعالى الله وحوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يأن ميأني مركا قرتي دي قارين للذين آمنوا كوي رميي أن تخشع قلوبهم قرتي قلبي يدو خشوع عيسي ميأني قارين لذكر الله الله حسكي سايو خشوع عيسي قلبي يدو وما نزل من الحق يكي سودغي وحق هذي يكي سودغي وحق هذي قرآن كأي خشوع عيسي أي خشوع عيسي ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل ولا يكون أين نقلنا وقت أين نقلنا هاي مين الجارين أين نقلنا كالذين سيدي كوي أوتوا الكتاب كتاب كالسيو من قبل إما ككور كتاب كالسيو فطال أولي راضي عليهم كركودة الأمد مدد أي كل راتي وفقصت أي قل شاءت كاتي قلوبهم قلب يدودو يعني ذكري يخشوع دي أي كات كات قلبي يضع قلالي يا كواسنا حال كوذا أين لم نقوم ولا يكون يعني وحوي معينا والله فصير كرا مع ألا يكون إن نقوم لرقبه كالذين أوتوا الكتاب من قبل إن هذا عضف مركا قم منك دكتنا بعادي آيات أن مركا يسود دكتي صحابة وحي الهدين إسلام كيجي آيات أن مركا يسود دكتي وحي ودحي أفر سنة ودحي أفر سنة ودحي مركا نوعا ما وحلو عنانا يا خشوع دي بلو عنانا وده مركا قابل للي ما دا أما تقصير للي ما دا أما وحلم دا ده والله صحيا مركا وحلوتي الماما يا إني خشوعان أيا اللوتي الماما يا
قلبي خليل كان إسكتشران أهل الكتاب كان أين يشبهين وحقيبت الضنب آيات لك قادنا يا ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم النهي عن التشبه بالكفار ريبست للريب أيه إن قال ذلك شبهه ولا يسوء كيسيه مركا خشوع ديني في عنتين ولا قادنا يا خشوع دي وناكسنتهي إن لقد ذالنا أيتهي. وقال تعالى الله وحولي وقفينا بعيسى بن مريم وحنو الرعسيني رسول الله على صوشيك وكدب قيني عيسى بن مريم أه وآتيناه واسين عيسى الإنجيل كتابك إنجيل أدبان السيني وكتابك اللي قسد عيسى وجعلنا وحنكيل في قلوب الذين كوي قلب يدودا اتبعوه عيسى الراعي رأفة لمرمى نكيل يا قلب الشرع ورحمة يا النحريس ورهبانية وحنكية اللوكلة يعني مركا عبادة شعيل أي عبادة أقوان وبورها يمالها إسكالان أي مركا وحوية عبادة دي الدنيا دي كالزاهدان ومركا الدنيا دي أين شغاك درسا وعبادة كالي أي أقوان رهبانية ذا سوء ابتدعوها أي بدعيستين ويقب بلاوذين يعني الدنيا دي فراكا قادان وعبادة أقوان وبورها يمالها إنتي قلان أما لا عد لا يتقان هل كايكو عباديستان هل يهبين يا يعني وحوية النوع أصل رهبانية لغة المؤمن ورهبانية إيه رهبانية أصلها أنت وابقى شهد مركة الدرموية لكن عبادة آياتك وقوين الدنيا دي فرها كقاضي مركة بورها يميلها قلين أي مركة النغطي مد مقع مركة واه لكن أصل كوة من الرهبي وابقى شهدوي رهبانية ذا سوء ابتدعوها إبدعيستين ويقب بلوذين ما كتبناها عليهم كما نفر اليرين أما ما كتبناها عليهم أما نشرعيين ورهبانية ذا سي الشيء أن أشرعيين شرعا معها إلا بإتغاء رضوان الله لكن فعلوها هي شواص مين استثناء ومنقطع على قول هي شواص مين ابتغاء رضوان الله رالها إن شاء الله دون سيدون ينرادين يندراديد بيؤسمين فما رعوها ما إلال حق رعايتها إلال تي رابان يداس حق أولهي ما إلال وشك الأورن يستثناء ومتصل نواجرا أيضا وحل نغت الماميا إن قلدي مركا وحوي عيسى بن مريم يعني مركا رمي الراعي إن وحوي عبادة بضنائين يعني علم يقول ما بضنين لكن عبادته ده أي بضنين عبادتنا وأوجوين رهبانيين وواصميستين يجو أي مركا عندي جو ده كلمة دين أي خير وقتشيدان أي خير وقتشيدان مركا الله بشهي بقى مركا وحويين هل كان لجو عنا نيا مد وحوي وين بدعيستين أنت وحوي دلوا شرعيين أكو كفتو من بنا كفاية ضهاي مر لبعض كان الشيء يجو صدا أي مركا وبدعيستين أي ولي ما الدين مر لبات كان أيو قبين ده خيرك بين السدا كسرين يهي يقول عندي قدر السدا آمن سنين بيهدنا إلى لين وين تحسنا وحين نقول إيسا وحيو قبين إنه لازم كتها إنه كتكين فما رعوها حق رعايته حق رعايته تصل قتل المؤمن بعضنا وحيل هذين استثناء قام متصلوا مركي هري يقبله وذي لكن مركي دم باللازم بابا القردة ما كتبناها عليهم وما نفر لينا إلا ابتغاء رضوان الله يعني إن إساس دراد دين الوي ما دين وحكله ومن الشرعيين وحلوه الشرعيين وأساسهم مركي الدنبال لو قد يجي الشرعي لكن مركا كلنا بمثابة النذر إن أطهي أكلا أي سكون لازميين ويقول كأنه سكون واجبيين ويقبان إن واجب كطهي دبنا وحي يقبان إن واجب كطهي أي كتاقين تاصل وقت المامياء إن الإلالين لكن الشيخ وحوهد وصوقاتي إنه بيدعى مركي سيا الروح إنتو لي ما أدو إنه بيدعى دي هادنا دوره إلى ليا مشروع إنه معها بيدعى ديني مردودة طيبة شرعي قلنا لي نقول الشرع فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضرر وكل ضرر في النار وأن لي نقول ديك بدعة إياكم ومحدثات الأمور وأركض دونا باب ومركا أقن طيب وباب كصوص عضا بإن أركض دونا السنة إلا إلى ليا أين أركض دونا إن شاء الله تعالى مركا هذا وحوك يعني فما رعوها حق رعايتها الكاسوم العسنية يا شيء قبين إنه واجب كتهي إنه إلال وايان وأي الضيعان وكتهقان تتاصل ما في عنيه شيء الروح مركيس مركا وأقيهي إن مركا شيء قاسي ويهي شيء مشروع وإنه مركا كددالا شيء قبين إنه مركا واجب يهي شرعا وإنه نكتهقين شيء مركا مشروع السنة
أو كعادية شيء سيدا في عني وإننا كتقنا إلى ريو وهكذا مركا محافظة على الأعمال باكسوغان ولقا قادنية ولو نوع يقو إلى لنتي إذا كتقين ينوع علينا قرروا إننا إلى لنا هبك للدوانات بي ويقو دي بدعو لكن أيوقبا إني واجب كتاهي بي كتقين إلى لنتي دي كأنه إنا يبريرين سيدا مركا يقع عندي قودة أي آمن سيهين يعني شيء مشروع أها إنا إلى لنا إني كتقين يقع ساوقبا عندي قودة مركا إنا قال لكن شيء إنه مشروع وإنا كتقين. وقال تعالى الله وحده ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ولا تكونوا هنقننا كالتي سيدتي نقضت فرفرتي غزلها تدعي دي أمسوه تانك دي فرفرتي من بعد قوة أتكين دبديد يا يعني مركا فرفرتي مركو أتكادو حوق يشو بمعنى النقضي حرق حوقا النقضي باي مركا دبو فرفرتي أنكاثا يعني مركا حاله مركا يهي مد مركا فرفرا ويهي أما النقضت اللي يلاهده معنى جعلت أو صيرت أيا للتضمينيي مركا أنكاثا مفعولك لواضب النقنس تم معنى ذو حين نقنس أسلا مركا الله فسر ولا تكون هالنقنين كالتي سيتي نقضت تضمين مركا اللي يلاهده الله وذي معنى وفايدين فرفرتي أوكي شي غزلها تدعيدي يعني يسوهتان كيدي من بعد قوة يعني حوق دبديدي أتكان دبديد أنكاثاً متفرفراً كيشي متفرفراً وأنصوهناً كيشي ساسو كلاها النقنينو وحي مركا سميسين وراكسنا ديبها وبرنيا كبار دقونا ترتي ومكتشوكتي كبار داس وحي عادو لها يتبالي ريضة بنت عمر بالي ورنشرو صبحي مركا واقو بريو باسوهي تان حريق ببلابي ترتي واسوهدا صوهدا صوهدا ما أنت قرنك هوري يعني قرنك دنبي وحكم دا يا إلا عصر كي مركي قاردو ما أنتو لنا يسوهي سي باي واحد بلو ذا إنا ديبو فرطو فرررق 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 ساسي أفو فرطا هل كي كسوا بلو ذي كعليسا يا هل كي كسوا بلو ذي كعليسا وحال لو حي كفا إدي حالي كي يسوهي سي نمتشرتو أنا هين يعني هوشا هوشا أنا هين تاسو كلاها نقنينو وحي وناك سنايا اللتي ما دين ديبها وبوريننا مناسبة وبابك قصو قاتلهم حيتها أعماش الصالحة مرك الروح اللي ما يدو وإنو أعماش الصالحة هاي لورتايو إلى الشضاء أو لحيت شعروا وياشا صلى معا بيقفك هدو مركا وحوية مال نخذو والشقية وحوله مركا يساء وكسبضو وحوله دو مركا وحوينا حدنا كله فرق ورنكا هب اللي له دا يعني وحوية نل لحيت شعر لماها مال واشقي استالك ومالك وحوية مركي ووضادين اياه وحلوه كيت سنة يمتشو ما لي يروى الدنيا ومركي سا رائح جائعة مرنا السوقري مرنا قفك كبحية يا أي قفك إنا نلحي شعر أولا هاين ودوران إنا إلى شنين وكيت سنين وتشيلان إنا يا يعني اللقوع يا بينا ياي بل واحد كور أنت عملك آخر قفك أنفعلها أو تشنكو قلي لها النار نكا قبت بادي لها هدو لحي شعر ويا لنوا يا كور أو خيرات كلي ما هدو والله من يا خيرات فربضنا أمثال الجبال بورها اللمدة هذا هو ضيعيا أصله ضيعيا وحمل كبري والله من يا أما والله من يا يعني وحمرك عمل كي إصاق مرك أنا أصقنا أنا يعني عدك لك قاضنا إيس نقول يا مفلس يا يعني وحوي دتخي بكت عدينا يا كحد قد بيا كانوا ليقي صدادين إياه كانوا مالكي سبوب إياه كانوا خيامين إياه كانوا حمن إياه كانوا عاي إياه كانوا نعذل إياه كانوا دريعين إياه مركز آخر ودتك أصحاب المظالم كأهابة أصوى حاضر إياه مركز اللوغو دي إياه وحمان انتهى لقوك الشباح إياه وحسنات يا السياد يعني مدولبة وحلصين إياه حسنات كيسي قيب كم إذا الله سينا يدل مجيء وكالقالي يا كاسو حلصين اي وحسنات كيسي كم اذا كان كلا وحسنات كيسي كم اذا كان كلا وحسنات كيسي كم اذا هذه حسنات كيسو رمضان يدو مظالمتي يظلم قعدي باق وحباقي هنا واحد بيدا روحا كم اذا لسوق هذا يا ظلمي ودغمه مركا ساي سغ دلد لا ساري يا يعني وحوي عمل لدي مركا ان لبورين عمل كي لا الى شده او لا دورته او وحا كبريو لا اسكا الىريو او سيئات كي دنبيدا لا ايمانيا اعماش قار كود بي بورينيان ساس أودد وين آدي آدي ليس قشرة عمل كبرنا يا مركب لنا نهينا عمل كوحنا وحي بريان عمل كور نبي وذا بريان حتى الإيمان
هو قال لماذا وقال لماذا قرأ وحنا وحي بريان عمل مركا وحي معين معاصي دي الدنبية دي كبائر تقاركود عمل معين يبرين كران هذا مركتا لكن أعماش روح وذا بريا وحد شراء قال لماذا شرتا نعوذ بالله من ذلك وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله وحيلي واعبد ربك عابد ربك حتى يأتيك اليقين إلى يقين تكو إيمان إيسو وربت كو إيمان إيسو الله عابد وعبادة وض اليقين وحلوغة شيدة قيردة لوغة شيدة ويقيرد وهبال قف لمن وقرن يا إنو لمن حتى قال ذو دوا قرن يا إنو لمن يا مركا والشي الله هو يقينه وانا قلت من نصوص قرآن حديث كبا يقين يدو لوغة شيدة قيردة حتى أتانا اليقين إلى يقين تناتمي حلوغة شيدة قيردة أي اللوغة شيدة حديث كنا واتكت من النبي عليه الصلاة والسلام أما هو فقد جاءه اليقين من ربه مركا يقين تلوغة ما تشيدو إن مركا إيمان حق بضن إنو مركا الروح هيله إن لغت الماما يعني فرق مركا وحوان يعني باديو بيقار كود وحلقة الشيقي إن إلادين قفو حقاري كرا حق إيمانك إي يقين تا درجو أي كرد عيسو تكاليفتو با وبمعنى وحبا إن يكو واجب هين وحنا إن كحاران هين واجبات كوردما يكو وضا دعيان مركو يقين حق بضن هيله درجة عينك سوغاريا إن إساي الهدين وقمنا تشيدان قفك أولانا وحيلين إساقو عقلي سيكوغو ومير كيسي يمان كيسي كوغو أي إيمانك حوق بضن أوهلي أيو حكو غاريا إن وحبك واجب هين وحنك حارانا هين وحولي بكرد عين وأيو درجة يقين تو غاري عبادتنا وحالا مر إلا يقين تإنت لغاريا إن لوضو لكن تاسي وحوهي مركز سال لغوحن باري يورته وكفري وقال نمو وايو دي شريعة دي مركز إن لبينين إياك إيمانيس قفكو عقلي سباقي هايو تشوغنا ومركز وحوهي قان قارا ومير كيسي يمان كيسي تشوغو إلا إله ذو وحبكو مواجبها وحنا كما حارانها شريعة دي سوغا دي مصارنا إنو كعمل فلا دي وارهم باطلوي وانا تكذيب مركز واحد يعني للنصوص وهي النصوص دي لبيننا ايو مركز مسلمين توحي كو اجمع سنيهين قفك التكاليفتو ان كدعين انتا وحوية عقل قيسة اي قرشدي سو اي تشوكتو ان تكاليفتي صارنتهي با مسلمين تو كو اجمع سنيهين ومدك لو تحريف لا بدل ايو آيات القرآن كمعنيه دي لقلوعين ايو لبدل ايو مركا معناها اللغة شديسة ما هنا يقين توحي أهيد قيري ذا اللغة شدي ما لها كرنا ساسي وصار أرطي يضو مركا يقين قيري ذا اللغة شديده سداس أي وصار أرطي ومدى كلا دي النبي عليه الصلاة والسلام روح رنكرا مجر يقين مقارن يقو شدي إيمانك كامل كها مقارن يعني مركا وحوية هدي تكاليف تعيد كرنا عيسا دي سيئة كرنا عرهيد كما ندعين قالوا وذي مركا النبي عليه الصلاة والسلام عبادتي صلاة دي صونكي يعني سيدي با مركا او وذي مركا أمر كان الله او أمري نبي وفلي عليه الصلاة والسلام لكن يقع أي مركا معنى قلضا يعني الدوني إن أبدلان أو تحريفيان ساسي ذا الدوني ساسي ذا يقع أي الدوني مركا الروح مركا تكاليفتي يواجباتك أي كرعيان أمير كيسي يمان كيسي تشوغا مشروها دوا شي وشي كله أفكار دواشو يتكاليفتو وكرد عيان رفع القلم عن ثلاثة وحانا كم ذها وعن المجنون حتى يعقل كيو الله إله مركا مير سنيو وعقل قصر نقنيو يعني قلن كي التكليف كوالغا كرقاضو وحبا مركا وحوي كما واجبها وحبا كما حارانها تكاليفتي ويكرد عيسا إساقا قفكا والا لكن يعني كايشيغين يعني إساقو إن فضل درادي أيقعد عيسو وحشرة معها وحشرة معها مركب وحلقة قادنا يا عبادة إن لتشوكتي أعماش الله إلالي أي اللقاء قادنا يا وعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأما الأحاديث أحاديث النبي جميع عليه الصلاة والسلام فمنها وحكم ذا حديث كبقولي سقالي كنتن حديث عائشة حديث عائشة كم ذا
وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وكان وحوها أحب الدين دين كاللوغوش عليها بمعنى عباده كاللوغوش عليها إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي أنت كأهاتي ما داوم عليه صاحبه وأكون صاحب كيس الدائميوي إليه علماء قالوا حي عليا الله بي عليا يعني مركا الله وحوغوش عليها يعني عبادة وروح دائما. أما النبي قال له علي عليه الصلاة والسلام وكان أحب الدين دينك وحلوك هذا عبادة أي أحب العبادة عبادة نوع الله قدش على إليه أي للنبي صلى الله عليه وسلم النبي حقه صلى الله قدش على ما داوم عليه صاحبه وكو دائمه كأصاحب كاهو دائمه الروح الله إيمانه يأتشك تيو أي النبي قدش على عليه الصلاة والسلام كأسان إلهين يقدش عليه. وقد سبق في الباب قبله وحكو صهر مري بابك كان كهرية أي كو صهر مري حديث كبقل يلحدا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحول عليه الصلاة والسلام من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رسولك وحول عليه الصلاة والسلام من نام ككستو كسيحدة عن حزبه يعني حزبه سي أم ورده سي كسيحدة يعني القرآن كأنتو كأخرين شري أيو كسيحضي من الليل أبينك أيو كسيحضي يعني قدر كي وردك وأهاي وأخرين شري القرآن كأها أو عن شيء منه أما الشيء حزبك سي وردك سي كمدو كسيحضي كما وضع سيحانا قيبو كسيحضي أو بمعنى القرآن كأخرين شري عدده وأهاي ودائمي إنو تشاكتي وأخريها بينك أي كوض السيحضي أما قيب كم ذو كالسيحضي قيب نوال ليمي. فقرأه وحو أخريي ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر صلاة الصبحية صلاة الظهر أنت أولا حيث دبادنا أخريي لكن واقب بريي قرن كيهر أي أخريي أنت صلاة الصبح يا صلاة الظهر أولا حيثي أي أخريي كتب له وحلو قرى كأنما قرأه من الليل سيدي وحو أخريي وكلا هبينك وحكم دو أخريي وهبينك قديسي وأخريي وكلا الله قرى يعني فضلك يا صوابك وحاوصك نانيا كأنه مركا إنو تشوكتي واختقي مركا وحوي هبينك إنو أخريي أي الله قرى. رواه مسلم حديثك مسلم بقى صحيح ويساك سوري حديثك أنه وحو تلمامي فضايدين شرعي اللي إنو قفو دايدي أيو تلمامي يعني قفك إساقه الدون أي عمل إنو دائمه وهبينك استبع إنه ليما الدور ربا إنه عمل كالسمائيو أما مركا بحوي قيب قرآن كم إذا إنه أخريا أيها هبينك استعادة واهيد أيها هبينك استا شوكتة واهيد عن عبادة وشوكتية واهيد عادد وتي مباحات كيدو متشيدو عسمين شري هبينك استا قيب قرآن أي أخري شري قيب تاسي شوكتة واهيد هبين هذا قار كود بعد دلولا أما عذر دار أي كويمي ودادنا مركاسا أما إساقام كوبة تلقرين إنو مركاس سيحضو أو إسلاو وضاخرين دونتا أيام بو إسكاق مايبا وحو مركا أي نقطة وقتك إنو كدعي أما عذري باك منعي وحو الصمين أيا وحو الله إيمان أيا إنو مركا قلن كهوري أخريا أيو الله إيمان أيا هدو قلن كهوري أخريا وحلو قريا سلو هبين كي أخريا وكلا اللو قريا تاسنا وحوي وفضايدين شرعا لينوغو فضايدية وي ولينوغو سهلي عن حزبه وحلقت الماما يا قيبت القرآن كأخري أيها لقت الماما يا تاس أيها لقت الماما ولما ذو حين أذكره وشوكتي هذا يشرى النواصص وكله هذا مركز ذكر معين لها إنه هبين كل يوم هذا هبين هذا قار كذو إلا هو قال إنك هراء أيه مركز قلينا يا الله إمانا يا طبعا نسي وقت كل يومي فلوق قريا ثواب كمركز وحوي وحلقوا صوابين يا دوام كي دائم تشري أشرك كيل لهاي وكلا الوصينا صلاتنا وأكدونا صلاة دوها بينك تكون شري هدي مركا أي كباقته حديث كمدينور دحيا أي شيء حديث كبقول يكوب يلحدا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو وحويلي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وحويلي يا عبد الله يا عبد الله يو لا تكن مثل فلان هنقن هبل وكله هنقن
هبلو كله هنقني هبلكم محو أهم حس من شري كان يقوم الليل فترك قيام الليل وحان شري مذهبين كعاء صلاة الليل تكذا أي أهان شري وفترك وحكتجي قيام الليل صلاة ذهبين كي قيام الليل كي بكتجي متفق عليه بخاري مسلم بأسكو وافقي حديث كنا وحو الشيغي عملك خير كاي وقف كل إيمان شري إنا نكتقين ولا قفي عن يهي إنا كتقوه أي حديث كنا تلمامي مركان النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمري وحكو يلي هبل أوك لها النقن هبل كلا مما قعاب ولماذا الشراح ذنا وحي الهدين مقعي سمهنو وحر رواياء حافظ ابن حجر يسلي أرنيان وح الرواية ومها إنه وعضينا إسا مقعيس صابتنا وحي تهي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هدي الشخص اللي غش يقول شيء من قباء ما فضيلة ومقعاب ترين ويشيق ترين مقعيس يا شيء أسادون من قباء ما فضيلة هي مقعيس ومقعاب ترين سوى حوية فضيلة إسا أيوفا فيان أي أمقعاب ترين لكن هذا الشيء مركا لقى في عيني هاي صحابي اللي قلت شيئا ما يمقعابي تشيرين سلابضا سطرا عليه أسطراضي أسطرايا دراد ديد بين أمقعابي تشيرين مركا علماء وحي إلى هذه وحي لعي كرتا النبي عليه الصلاة والسلام يعني مركا أنو مقعابين با وحكا رو لعي كرتا النبي ومقعابي صحابه سطرا عليه يا أسطراضي أسطرايا دراد ديد أي أمقعابي وايين ويقف فلان كبدلين لابد من دول بو أخبري كرتا ما يشنو كري أنا ما هي ما لابد من بسعر أرطي وأشياء هذا مركب وحوي وحي أن فضيلة أهين الشيء اللي قف في عيني هاي إن صحابي اللي قش أي تهي إن المركب لما قعابين وما قعيس الله قريه أي مركب بضنيد تاسنا وحي كنت سنة إسا ما سترى مصيبا ستره الله يعني نوع عاس إن أي مركب أي دونيين إن أي هلان فضيلة ذا إن أي هلان إن أي ربين حلقة قادنا يا قيام الليل كادو قف كل اللي من شري تجسته وكتها إن تهاي الشيء اللي قف يعني وينو مركا اللي ما دا شوكتي قيام الليل كنا قدر كأغير بروح الله من كرا وأنا كبدين كرا ما أنا كبدين كرا يا أدي وحوي يلا برق عدودي وتر جدائتك تقيام الليل كي وضلتني قيام الليل كي وضلتني وتر جانا دا وقصي عضق الصنا ياش الله بس الصنا هو عضقه والسنة الصبح كهرية هي السنة وترقة سأساود النبي عليه الصلاة والسلام الله وضع السنة كما تكشرين يا وقت صفر يهي وصعدال يهي يا وقت نقي يهي مرنب كما تكشرين إنو هبينك وترقة تكدو إنو الله وضع رقعدو دي صلاة الصبح كهرية إنو تكدن كما تكشرين وكان الله وضع سي والسنة ياشا وقفض لي قبضا وي والسنة ياشا وقفض لي قبضا ويان مركز سيجارة إن لو قد ذاله وي صرنا ياشون السيادة با وحيويهين كبس وحيويهين فرلك يا هدو قفك فرلك اللي يكون قاب الصدو هدي فرلك هدو وحكر مان مركز ميزانك محاو كبية مركز صرنا ياشي وإنو كتقين صرنا ياشي وإنو كد ذاله صرنا ياشي وإنو كد ذاله يعني فرلك وحي كدغين راس مال وكري كدغين صنياشنا معاش وكري كدغين والربح يا هذا راس مال كمرك وحودن مان وخساري يمادو تي وحوي وحلقه كبا معاشك ربح حلقه كبا ربح حي حلقه كبا ساسا صنياشنا والنبي شيغ عليه الصلاه والسلام فرلك اني كبيان ساسا ودي وين اللي قلت كن صنياش يا يعني وحوية خطر بوقف كسوغي يا دو مركا وحوية فر الكريا كوكاب صدو خطر بوكسوغي خطر أي كسوغي إمام أحمد قال له ويديو له إنما أن سنة كان كورا وتري يا وحكا لتونا فر الكابس بولي مادا يا هل رقعدو السنة متكدو وحكو شواب إمام أحمد هذا رجل سوء كاسي وننحن كاسي إمام أحمد بأرنيا ننحنوي وحط الماما يا إنت إنا خطرتها حتى علماء قاركوا الشهادة دي سيك الله مرخاتي قال كيسة بيع علماء قاركوا لك الله مركز صنع ياشا قفكم مركز وحوية وقت يدقوا وهسدوا وقت يدقاركوا دينو كتقوا وشي
لكن السنة بيد هذا أنو تكم بما يعمر جيوا وح سنة الله إيمان ما يو فر الكيسة سدو وح كرن ما عنده هذا خطر بكسوي خطر أيو كسوي مركز أساس أودي وين سنة ياشي اللي قد ذالا ولا لي ما دا سنة ياشي أدي أدل قد ذالا حديث كبقولي النبي اللحدا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره عائشة وحدها رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى يوحوهان شري إذا فاتته الصلاة مركي صلاة كتكت من الليل وقتها بينك كمدا إنو تكذا مركي كتكت وقيام الليل كأنو تكن من وجع حنون درادي أي وقتكت من وجع حنون درادي أي وقتكت أو غيره أما عذر دار كلو حنون أن أهين أي وقتكت صلى من النهار وحتكن شري وقت مالنتي وحكم إذا سنتي عشرة ركعة لبقي التمر ركعة دود أي تكن شري مالنتي لبقي التمر ركعة دود بمالنتي تكن شري قريب وقت تكن شري وحي أهيد مركة قلن كهوري رواه مسلم حديث كان مسلم أي سوري حديث كان نوحو تلماما يا أدر روح الصلاة دي وهبين كلا إيمان شري ومركة وحوي كتقو حنوني أما عذر دار وقتقو إنه قال إن كوره مركا إنه تكذو الله بيا تمرق عدود إنه مركا وحوين يعني مركا في عنده مركا الله بيا تمرق رق عدود إنه الله إيمانه وحي كقاطع علماء الجمهورك وترجع إنه وتر إن ما الله قلينا إن بك قاطع أو وترجع مركا الله قلينا يترديه بوحدة مركا إن الله إيمانه مثلا نكر النبي عليه الصلاة والسلام دكوب يتمرق عدود أي مركا تكن شري وقت إذا قار كودنا دينو ترك الدوان واشري شرتين وتكدو لكن كوب يتمرق كو وحي أهايين السيدة بضن أي أهاي إنو كيري يوادعي شرتي إنو كبضينا وصدح يتمرق وصارت مركا لبي يتمرق لتكن أيو وحلقا قادنا يا بي الهدين إن مركا تردي لبوحين أيو مركا لقلينا تاصل لقا قادنا إنك استطاع فعل ماذا كم إذا أي مرين وقت الروح وإلا وشي أما هرداء كقتكته وترقي وترني وكوق اللينا يا بعض أهل العلم يعني قاتين وحي مركا عسكذين رواية سنك قاركوت سوريين وتلمام إيسا روحي مركا وحوي كسيح ذا وترقي سي أما إلا وا يعني مركا حق اللي مركا ظاهر كحديث كاسو حي الهدين وحلقة قادنا يا إن مركا وترينما لغو قليني وترينما لغو قليني لكن جمهوركو حديث كان حقا سحديث كلي وحكوش شرا خلاف علماء قاركود أي مركا وحوي سحديث أيني أقبين إنو صحيحيهي مركا ساس آوديد جمهوركو وحي قبان إن وحوي الصلاة دي يدو اسكبو حدا ترادو إن لقليني يا مركا قبان مركا اللبا يطبنك رقع دود هدو ليما دو وحو هلايا فضلك سيء وليمي هبينك وليمي وكلا اللو قرية هدو حلوق قرية سيء الله اللبا اللابا يو يسعي سيقو اللبا اللابا كمرا العلم يقاركود وحي لا يدو الله اللبا اللابا يا القرية صلصة ظاهرة يا وجهك كلنا علماء قاربا الشيقين لكن سيدة قوي قاهي وإن يدو لما يسترون اللبا اللابا إن لو قرية ويهي ساسيادة أويان إن شاء الله ألقى هنا وجهك والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.